اللي يملك ان يتلاعب بهذه الامور الاساسيه تمام. ولذلك الاتجاه الاكبر انها في شغلنا حاجه بنسميها نيشن سبونسرد اتاك او هجمه مدعومه بدوله، يعني فريق من الهاكرز مش مجرد هاكر ولا مجموعه هاكرز، ده كيان مدعوم بدوله. ذهبت بعض المواقع كبيره في العالم بتقول ان ربما دي تكهنات لكنها منطقيه او ورده ان هذا النوع من الهجوم اللي استهدف البنيه التحتيه للانترنت. وبالمناسبه ده اللي يفسر برضه زي حضرتك الطبقه على ليه تويتر وقع شويه، طب ليه امازون وقع شويه، ما احنا لو هنلعب بقى في شبكات البنيه التحتيه لكنك بالظبط عبثت بالاعدادات الخاصه في سنترالات التليفونات، الناس مش هتعرف توصل لبعضها. هو طبعا يعني يمكن ده لو تسمح لي ربما يدينا يعني درس كده سريعا، ان نفتكر ان احنا ممكن في اي لحظه نتعرض للامر ده ايا كانت الاسباب والمسببات، وبناء عليه يا ريت دايما يكون عندنا وضع بديل. يعني هقول لحضرتك على مثال، انا مثلا كنت عايز اتواصل مع حد صديق ليا اتبحث معاه في امر معين مهم، ففوجئت ان هو معيش مثلا رقمه وهو خارج مصر وانا مش عارف اوصل له الا عن طريق فيسبوك. ده مجرد مثال. فكره ان البيانات عندنا او نسخ من وثائق موجوده على الواتساب مفيش نسخ احتياطي، دي مشكله كبيره جدا. يعني احد التوصيات الجيدة جدا للناس ان دايما خلي نسخ من بياناتك، ان كل ما لدينا على الفيسبوك ليس مخزن على تليفوناتنا. يعني نظريا لو في حاجه تهمك وراحت منك هي راحت الى الابد. اللي حاصل ان هو ان كل الخدمات في النهايه شئنا ام ابينا للاسف الشديد مربوطه بالشبكه الاساسيه اللي هي البنيه التحتيه للانترنت. معظم الخبراء والمتخصصين بيميلوا انها اما انها دي ان اس اتاك اللي هي بتاعت اسامي بطاقات الانترنت او الراوتنج او المسارات الاتصال عبر الشبكات. هو الخلل جاي من البنيه التحتيه مشتركه او واحده.